وتستمر اللقاءات ما بعد مباراة المصري والمنصورة والتي انتهت بفوز النادي المصري بثلاثية نظيفة في كأس مصر. بالطبع يسعدني أن يكون معي الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق النادي المصري. كابتن بنهنيك النهاردة على الأداء الرائع وخاصة في الشوط الثاني، وخلينا أسألك عن تقييمك للمباراة ومدى رضائك عن أداء اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد أن أنا موجود في المركز الإعلامي بتاع النادي بتاعنا، فتحياتي لكل القائمين على المركز. الحمد لله، ألف مبروك للنادي المصري والجمهور ومجلس الإدارة وكل حد ينتمي للنادي المصري. الحمد لله ماتش كويس، نتيجه كويسه، بشكر اللعيبه على الاداء وبحمد ربنا على النتيجه. النهارده قدرنا نعمل بعض روتيشن بسيط. جمعه النهارده الحمد لله بادئ وجاب جون. عصام ثروت النهارده بادئ اول شوط ليه، صالح اول بدايه ليه، ستارت ليه. جريندو جاي من فتره كان بعيد شويه. زياد النهارده بعد موضوع المنتخب. الحمد لله العناصر اللي ادت، طبعا العناصر اللي موجوده ده مهم جدا. الحمد لله من الكابتن علي والجهاز، دايما اللعيبه كلها لازم عندها الستارت. لعبت زي ما لعبتش، اللي بيأدي زي اللي ما بيأديش، المهم لما تجيلك تلعب وتأدي. فبقول لهم الحمد لله وبشكر اللعيبه على الاداء وبشكر نادي المنصوره، فرقه محترمه جدا. حصل النهارده احنا الحمد لله بقالنا اسبوع بندرس فرقه المنصوره كويس جدا. اي فريق عايز يكسب حد لازم تحترمه. احترمنا فرقه المنصوره كويس جدا، وفي الاخر مفاجات الكاس. الحمد لله قدرنا نوصل للعيبه ان دايما ماتشات الكاس فيها مفاجآت، وبالدليل المباريات اللي اقيمت الايام اللي فاتت. شفنا الاداء في الشوط الثاني زي ما قلت لحضرتك، اختلف في الاداء عن الشوط الاول. حضرتك قلت لهم ايه والكابتن علي ماهر بين الشوطين؟ اللعب لعبنا، هو ده الطبيعي اللي انت متمرن عليه اعمله. فلما اتعمل كده الشوط الثاني بس كان فيه استعجال شويه لحد الهدف ما جه. عايزين نجيب جون بدري، جون بدري. الماتشات دي الفرقه دي طول ما انت متعادل 0-0 روحها بتعلى، فعشان كده اللعيبه مستعجله ان هي تجيب الجون الاولاني، فخش اتاخر شويه. لما الجون جه قدرنا نوصل بواحده واثنين وثلاثه. النهارده سعيدو مضيع وجريندو مضيع وقوموتو مضيع وعمر كمال مضيع. فبقول الحمد لله وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى النتيجه. تواجد النادي المصري في المربع الذهبي، هل ده بيحط عليه ضغط كابتن محمد ان هو لابد من الاستمرار في الفوز وتحقيق نتائج ايجابيه للمشاركه في الكونفدراليه، ولا هو بالنسبه له موضوع سهل ان هو يقدر يحافظ على نتائجه خلال الفتره المقبله؟ لا طبعا، النادي المصري كبير ودي مكانته العاديه. المهم الدوري السنه دي صعب جدا، مهم الاستمراريه زي ما انت بتقول. فمهم المربع الذهبي والبطوله لسه بدري قوي عليها. المهم احنا بناخد ماتش بماتش، ومش عايزين نحط ضغط على الجهاز ولا على الاداره ولا على اللعيبه ولا على الجمهور. المهم الحمد لله ان احنا في المركز الثالث، عندنا ماتشات صعبه جدا الايام اللي جايه. تحضر اللعيبه لده، خدين ماتش بماتش، وان شاء الله في النهايه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله احنا كجهاز فني وكمجلس اداره نحقق طموح وجمهور النادي المصري. اخيرا عصام ثروت في اول مشاركه رسميه ليه مع النادي المصري، تقييم حضرتك؟ برضو عصام نفس القصه وضعدور وكل اللي انا بقول لك. احنا الحمد لله مش هتحس بفرق كبير قوي بين اللعيب الاساسي والاحتياطي. عصام طبعا بتختلف، بشكره على ادائه النهارده. وضعدور جاي ومسعود طبعا جون كبير. الحمد لله اختياراتنا للعيبه ان اي حد هيلعب هيبقى كويس.